بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 7 ماث فيرست ترم يونت 4 ليسون 6 بارت دي. كنا خدنا على 3 سيشن 3 حاجات، هنكمل النهارده ان شاء الله. لي ليسون 4 سوري الجزء الرابع. الجزء الرابع دوت بيتكلم عن constructing the bisector of a given angle. يعني انا هعمل angle، هرسم angle واعمل لها ايه bisector. طبعا الكلام ده من غير استخدام البروتراكتور، لان البروتراكتور عادي اعمل مثلا angle 70 بعدين اقسمها اجيب angle 35 واقسمها عادي، لكن لا انا هرسم angle واعمل لها bisector بدون استخدام الايه البروتراكتور، اعملها لسه. طب بالايد احنا خالص. نعم، في الزاوية بتاعتها بتقيسي بعد كده، بعد ما بتخلصي بتقيسي بالبروتراكتور بتلاقي فعلا الاتنين قد بعض. ماشي، الاول كله ماشي. بيعرف يرسم انجل. يعني لو قلت لكم مثلا ارسموا انجل 80 سهله ولا صعبه؟ برسم سايد انا كده. لسه مش فاهمة برضه. ازيك يا مستر؟ ذاكري تاني. A B. الحمد لله. نعم. ما هو هو احنا نرسم الخط ده وبعدها هنعمل بالبروتراكتور. هنجيب البروتراكتور. ماشي، اللوبي بعمل كده خلاص، ايوه. والميدل بتاعه بيكون عند الايه اللي هي الدايرة اللي هي في النص دي، كونتيرو بيكون عند الايه، واللاين ده بيكون واصل لفين؟ على اللاين اللي هو رايح للزيرو او ال 180 حسب اللي موجود هنا. تمام، بعدين الزيرو جوه ولا بره؟ صوتك بيقطع يا ريتال للأسف. لو تعرفي تكتبي شات أنا فاتح لك الشات، يعني لو عايزة تسأل على حاجة. ها، كله بيعرف يرسم الأنجل؟ طب كده ايه؟ يعني للأسف بيقطع لسه. كله بيرسم انجل ولا في حاجة ولا انتوا مش عارفين؟ مستر انا متلخبطة فيها شوية. طيب برسم الانجل ازاي؟ ممكن تعيدها؟ طيب حاضر يا ريتاي. برسم الانجل ازاي؟ برسم اللاين ده، كله يرسم اللاين ده كده معايا. خلاص كده، يعني طول اي حاجة مش طول يعني. اي حاجة اوكي سمي ده A B. كله رسمه؟ ايوه مستر من زمان. ماشي، عارفين شكل البروتراكتور صح؟ دي يا مستر. هي دي. ماشي، بالنسبة للي مع حنان دي فين البوينت اللي هي اللي في النص اللي هي دي هنا؟ ايوه اللي هي في النص هنا دي، احطها فين؟ على الاي. خلاص، لو معايا البروتراكتور دي يبقى هو ده.
نحط البرودكتور على ايه؟ البوينت اللي هي السمرة دي. ايوه نحطها على ايه؟ على صح؟ الايه، على الايه. ايوه ماشي. طب يا مستر لو معانا اللي انا عملت عليها نقطة، ايه طب احنا لو معانا اللي هي البروتراكتور اللي هي دي، اللي هي انهي دي؟ دي او دي؟ ايوه، ما دي اللي انا بعلم عليها، اللي هي اللاين اللي في النص ده، هنعلم على ايه؟ بحطه على الايه. يعني بصي، اجي ارسم اللاين بتاعي ده بوينت ايه، وانا رسم لاين كده. مستر نخليه كام؟ خليه كام؟ يعني 50 80 كده يعني الانجل. اه اه الانجل هبتدي احسب 80. طب بحسب 80 منين؟ من الزيرو. ايوه طب الزيرو في عندي زيرو جوه وفي 180 بره، ماليش دعوه بقى بال 180، انا اعد منين؟ ايوه من من جوه الزيرو زيرو لحد 80، اطلع لحد 80. فين ال 80؟ اهي، احط بوينت هنا اللي عند ال 100. ماشي، كله يبص على حنان. شايفين اللاين دوت اللي انا رسمه ماشي فين؟ عند الزيرو، مخليه قصاد الزيرو بالظبط، وادي بوينت ايه اهي. تمام، وادي جوليا كمان اللاين قصاد الزيرو وهو ثابت كده. حط بوينت بقى فين؟ اعد من جوه. خلاص، السكيل بتاعي من جوه الزيرو، يبقى لحد 80 هبص احط بوينت فوق اللي هي ال 100. ماشي، ودي ميرنا. ممتازه ميرنا كده، مظبوط. ماشي، كله يرسمها. ريتال، شايفانها ريتال؟ يعني يا مستر اعملها على ايدتي؟ اعملها على ايه؟ لا، انت عاملاها كده جوليا، مخليه اللاين لامس الزيرو ولا بعيد؟ لا لازم يكون بعيد اللاين، لا لازم يكون اللاين على الزيرو. كده يا ماشي، مستر. حنان ممتازة، صح. ومرنا جوليا بقى، وريني وريني اللاين فين يا جوليا. لاين اهو. ايوه، حطي بقى، اعملي بوينت، اعملي بوينت على اللاين ده. بوينت بوينت، حددي بوينت ايه. وريني البوينت يا جولي. فين البوينت ايه؟ انا عايز البوينت ايه دي. بوينت ايه؟ ما هي دي اللي انا هرسم بيها الانجل، دي اللي انا بحط عليها النقطة اللي في النص. اعملي البوينت الاول، شيلي البروتراكتور وعلمي بوينت على اللاين. تمام. ماشي كده حنان، تمام. ومرنا بترسمي ده ليه يا مرنا؟ الكيرف ده هو غلط؟ لا، انا بسأل بترسمي ليه؟ دي سبقتينا يعني. طيب ماشي. جوليا وريني البوينت. تمام يا مستر. ماشي، من البوينت دي بقى حطي البورتراكتور، الخط اللي هو في النص دوت خالص حطيه على البوينت. حركه بالبروتراكتور، البوينت اللي انت حطيتيها خليها في نص الايه. فين البوينت؟ اكتبي تحت البوينت ايه. تحت البوينت ايه؟ اكتبي تحت البوينت ايه. وريني كده بقى يا جوليا. ماشي، كتبتي؟ طيب تعالي عند البوينت بقى. ايوه، لفي لفي كمان.
البوينت خليها في الخط اللي هو في النص ده يا جوليا، شايفه ده؟ ده يكون على البوينت. تمام. انا مش شايفه على البوينت، انت كده حاطه البوينت بعيده. حرك البروتراكتور تحت لحد ما توصل للبوينت. ايوه كمان، خلي الخط اللي في النص ده يكون على البوينت. تمام. حطي سن القلم عند البوينت ايه كده، كاتبه ايه فوق لوحدها وفي ايه على اللاين. لا انا اتلخبطت بس. طيب بالراحة. مستر البوينت دي اسميها ايه؟ سميها سي. ايوه ديت مش ات يا جوليا. لا هي مستر ات. طيب بالراحة قيسي كده. انت بتقيسيها ازاي؟ بقاسها من عند اللاين. فين الخط اللي في النص يا جوليا؟ حطي سن القلم عليه كده، الخط اللي في النص اللي هو في البورتراكت. ايوه ارجعي تاني زي ما كنت عامله. ايوه كده كده. ها كده مظبوط. خلي اللاين اللي تحت ده قصاد الزيرو بالظبط. اللاين اللي الزيرو. تحت، اللاين اللي هو تحت صباعي. ايوه ده لازم يكون قصاد الزيرو. كده. والبوينت اللي هي في النص دي بتكون على البوينت بتاع الانجل. ايوه تمام. بعد بقى لحد 80 واعمل نقطه كده، بس اوصل بقى ايه بيها البوينت اللي هي في النص دي. اوصل يا محمد. ازيك؟ كويس الحمد لله يا مستر. ارسم انجل 80 يا محمد. مش بتعرف ترسمها قول لي. ماشي الريتال انت اللي بعتي لي صح؟ ماشي انت كده عاملاها 70 صح؟ كده أنهي مظبوط. مستر زي برافو ما عليك. أنت عامل الرسمة دي؟ طيب ماشي احنا ماشي كنا بنقول 80 بس انت عادي 70 مش مشكلة. خلاص ماشي ممتازة يا جولي. كده كلنا رسمنا الانجل. عايزين بقى نقسمها. بالنسبة لينا هتبقى كل انجل ب40 ما عدا ريتال، هتبقى الانجل بتاعتها ب35. طيب نقسمها ازاي؟ لسه ما رسمتش الانجل. ماشي حاول ترسمها بسرعة. مستر هنقسمها ازاي؟ نعم بس اول حاجة اجيب الانجل بعد كده. بتاع تجيب البورتراكتور وقلنا بتقف هنا بوينت ايه وتخلي ده على الزيرو وتعد لحد 80. ماشي الكاميرا السمارة تاني معلش. بتجيب البورتراكتور تحطها في النص زيهم كده زي ما هم بيرسموا. شايف مرنة حاطة البورتراكتور ازاي؟ مخلية اللاين اللي تحت ده على الزيرو وراحت عند الايتي وحطت ايه بوينت. وبرضه حنان بترسمها تاني اهو هي وجولي. بعمل لاين اللي هو الايت اللي تحت ده واخلي الايه في نص البورتراكتور ودوت بي وده سي. ماشي كده. كده الايه كده رسمت انا انجل وسميتها 80. خلاص مستر بعد ما نقسمها. نعمل نعم فيها ايه؟ بعد ما نقسمها هنعمل فيها ايه؟ ماشي. هفتح البورتراكتور بفتحة ايه؟ فتحة مناسبة. فتحة مناسبة دي يعني ايه؟ قبل البوينت سي بشوية يعني. ماشي يا جوليا.
ماشي يا مستر. افتح البروتراكتور واعمل ايه؟ كيرف، اقطع ده واقطع ده بنفس الكيرف. ماشي، اعمل كيرف ازاي؟ اقطع السايد بتاع الانجل من هنا واقطع السايد بتاع الانجل من هنا. نعم مستر، يعني كده كده يعني صح؟ اعملها الميرنا اللي انت عاملها صح عادي. افتحي يعني بقى اعملها يا جوليا. مستر بالكومبس. بالكومبس. تمام افتحي جوليا فاتحة. بيقول لي فاتحة مناسبة اللي هو ايه؟ مستر. نعم، نفتح الكومبوس قد ايه؟ اي فتحة بحيث اقطع التو سايد دول، اقطعها من هنا واقطعها من هنا. ماشي تمام يا جولي. مستر ماشي يا اقطعها من حنان. هنا ومن هنا. ايوه قطع من هنا ومن هنا. لا لا جوليا، مش لازم تعملي كده، الكيرف بيكون خفيف جدا. تمام ماشي، ما عيدش عليه تاني، هو الكيرف واحدة كده واحدة كده كده وخلاص. يا مستر. ممتازة حنان، صح. ماشي يا محمد، رسمت الانجل. ده ريتال، انت عملتها ازاي ريتال؟ خلصتها على طول؟ طب اسيها ريتال، شوفي بعد ما خلصتي طلعت نصها ولا لا. ماشي، كله طب رسم كده. الخير. هاجي اقف بالكومباس اصغر الفتحة شوية. ماشي، فتحة الكومباس اصغرها شوية. ماشي، وقف هنا وقف هنا وقف هنا. ماشي، اقف هنا واعمل كيرف، وقف هنا واعمل كيرف. هنا يا مستر. ايوه. ونعمل كيرف فين؟ هنا هنا يا مستر. لا ورا شوية حنان. ايوه كمان شوية، وش الانجل يعني زي جوليا كده. لا لا مش الناحية دي، احنا الناحية التانية لبره لبره كمان. ايوه كده. معلش يا مستر اتلخبطت اتلخبطت. ماشي، اعملي كده يا مستر. ماشي ماشي يا حنان. روحي بقى قصاد الناحية التانية وقفي بنفس الفتحة واعملي كيرف، يقطع الكيرف اللي انت رسمتيه ده. بس ما عدش على الكيرف يعني، بعد ما رسمت الكيرف ما عدش عليه. يعني اعمل يا مستر من عند ناحية الكيرف اللي احنا عملناه اللي هما الاثنين. ايوه. شايفين حنان كده اللي عملته مظبوط، والانترسكتنج دي اوصلها بالفيرتكس بتاعت الانجل. ماشي، اكسلنت يا ريتال. ريتال خلصتها. ومرنا ماشي حنان، قيسي بقى الانجل اللي هي الصغيرة دي، بخلي ده برضه على الزيرو، وقيس الايه الانجل اللي هي طلعت لي دي. اللي هي دي يا مستر دي. ايوه اقيسها بالبورتراكتور اشوفها تكون كام. انا يا مستر بحاول اعملها ومش عارفه. كده ميرنا، وصلي بقى يا ميرنا. عارفة تعملي يا جوليا؟ بحاول. ماشي حاول.
كده يا مستر يعني طلعت لي 40. 40 يبقى كده مظبوطة، برافو عليك. قيسي بقى يا ميرنا كده، حنان خلصت. اللي خلص يرسم كمان واحد، يعني حنان وريتال كده هيرسموا كمان واحد. ايوه ماشي يا جولي، واقف الناحية التانية، هحاول اقطع الكيرف اللي انا ايه رسمته، لو ما قطعوش ارجع تاني واطوله شوية. طيب تمام. ايه مستر طلعت لي 40. ماشي ممتاز، برسمي كمان واحدة بقى لوحدك يا ميرنا. كده يا مستر. ماشي برافو يا جولي، وصلي بقى من الفيرتكس بالانترسكتد بوينت بتوين التو كيرفز. الفيرتكس اي واحدة؟ الفيرتكس بتاع الانجل اللي هي A، اوصلها بالانترسكت. مش التو كيرف دول حصل لهم انترسكتد؟ اه. اوصل الانترسكتد بوينت دي بالكيرف بالبوينت A. ايوه كده. كده يا مستر؟ ايوه تمام. بقيس بقى الانجل اللي هي ايه الصغير اللي تحت، بحط البرتراكتور على الايه واللاين اللي تحت يكون على الزيرو، واشوف اللاين بقى اللي انا لسه راسمه ده وصل لحد فين. 140. بقرأ من تحت بقى اللي هو عليها الزيرو، مش انت عندك تو تدريجين تو سكيلز؟ اه بقرأ اللي تحت، اللي تحت كام؟ اللي تحت 40. ايوه 40 يبقى مظبوط، يبقى انا كده قسمت ال 80 دي لنصين من غير ما استخدم البورتراكتور. تمام. ارسمي بقى كمان واحدة لوحدك. تمام. مين اللي خلص التانية؟ محمد موقعك فين؟ محمد مستر بمقاس مختلف؟ اه يا ريت 60 مثلا 70 120 اللي تقدري عليه. مستر دي الرسمة الثانية. تمام. دي كانت كام 90؟ مستر كانت 90 لما عملتها بالبروتكتور قسمتها طلعت لي 45. اكسلنت برافو عليك يا حنان. ماشي. ميرنا عملتي الثانية برضه 90 ولا ايه دي؟ 80. لا 80. لا احنا لسه عاملين 80 ولا عملتها 80 تاني؟ ده عملتها ايدي تاني، دي التانية ما تيجي. لا مستر ايه الهوم ورك؟ الهوم ورك هو لسه فاضل ربع ساعة صح ولا ايه؟ اه بس ايه برضه ايه الهوم ورك؟ ما ممكن ناخد حاجة تانية، فثواني الهوم ورك هقولهولك في الآخر. ماشي اوكي، لأني عندي أمل ناخد كمان كونستراكشن جديد. تمام. محمد عملت حاجة ولا لسه؟
محمد محمد شكله زهق مننا وطلع. موجود معاك يا مستر. طيب بكلمك مش بترد. بس مثلا ما عرفتش ارسمها لان محتاج اجيب منقلة تانية، يعني حاجات تانية، منقلة هندسية تانية. مش تعرف ترسم معانا النهارده؟ لا ماشي، سيفوتك جزء كويس كده. طيب لو انا عايز ارسم، كله بقى يركز معايا في الفيف، عشان ايه يبقى ناقص لنا كمان واحدة وخلاص. الفيف دي انا هرسم انجل اي تي مثلا، وهرسم انجل تانية اي تي برضو، بس ايه من غير بورتراكتور، يعني هاخدها ايه كوبي بيست كده. تمام، هرسم الاول انجل 50. مستر انا بعتها لك. نعم بعتها لك. ماشي، وصلتني، برافو عليك يا ريت. كله يلا يرسم انجل 50. مستر انا رسمت بالبروتراكتور. ايوه، اول انجل 50 برسمها بالبروتراكتور. عملتها يا مستر. ماشي، ارسم تحت اكس واي. اكس واي مستر نرسم تحتيها خط كمان. خط اسمه اكس واي، بس ابعد عنها شوية. ماشي، اوكي، نفس الطول. ماشي حنان، تمام. ارسم بقى لاين. ارسم لاين نفس الطول بتاع ده ايوه، هنا. لا تحت شوية، ابعد عنه شوية. يعني هنرسمه كده يا مستر؟ لا ملوش علاقة بالانجل اللي انت رسمتيه، مع نفسه كده تحت. شايف يا لحظة. ميرنا؟ يلا يا جوليا، رسمتي الانجل؟ انا يا مستر برسمها اهو. طب بسرعة عشان ايه متأخرش عننا اي خطوة. ماشي، كله يفتح الكومبوس فتحة مناسبة وياخد كيرف من فوق كده. لسه بنقف على ايه؟ بقف على ايه؟ باخد كيرف كده من فوق. وما غيرش الفتح، انزل على اكس واعمل نفس الكيرف. فين الانجل اللي رسمتها يا جوليا؟ ثواني يا مستر. ماشي، كده يا مستر.
ماشي، بس الكيرف اللي انت عاملاه صغير يا حنان، المفروض يكون كبير زي طب مرنا كده كده يا مستر. من اوله لاخره. واللي تحت عامله كبير زي دوت بالظبط. طب يا مستر هي كده صح؟ ميرنا صح، وجوليا لسه ما عملتش الكيرف، وحنان صح، بس الكيرف صغير يا حنان اللي تحت، عايز أطول من كده. وينفع يا مستر تفهمني اللي هي الكيرف دي تاني؟ ماشي، انا بعد ما رسمت الانجل بقف على ايه، واخد كيرف كبير كده من لامس التو سايدز اه زي حنان تحت كده، وبنفس الفتحة نزلت على الاكس وعملت نفس الكيرف، بس هنا يبقى اه لامس سايد واحد، السايد التاني لسه ما رسمتوش. خلاص كده. تمام خلاص. طيب بعد ما برسم الكيرف ده، رسمت الكيرفين دول. بعتها لك. ماشي تمام يا مستر هحاول اعمل. طيب ماشي، برافو كده ريتال حاجة، بس حاسس الانجل 50 دي مش 50 قوي يا ريتال، مش عارف ليه. همسك بقى الايه الكومبس واجي، شايفين من هنا لهنا؟ اي مستر باجي بالكومبس واقف هنا وافتح فتحة قد دي بالظبط. ايوه كده الفتحة دي. ايوه حنان مظبوط، برافو عليك. اقف هنا ازاي؟ بفتح نفس الفتحة من هنا، من البوينت دي للبوينت دي، مش الكيرف لمس التو سايد دول، افتح بقى الانترسكتد ما بين التو كيرف والتو سايد، يعني البوينت دي مع البوينت دي، افتح الكيرف نفس الفتحة دي الكومبس، واجي تحت اقف هنا، انا عندي نقطة. ماشي تمام كده حنان، انزل تحت بقى عند البوينت اللي هي قطع الكيرف، بنفس قطع الفتحة يا مستر السايد. مغيرهاش. نفسها، اشيل وانزل تحت البوينت اللي هي دي موجودة عندي، التانية مش موجودة عندي، احاول اجيبها اللي هو اعلم هنا بس، قطع الكيرف، بركز على الكيرف، الكيرف قطع الكيرف يا حنان. ايوه مستر السور اللي بعتها لك انا اقف عند بوينت سي لحد بس بوينت يا بي. حنان وصلي بقى، قولي كده تاني يا ريتال. مستر يعني ايوه نقف على صح، بوينت سي على بوينت بي وبعدها ناخد الفتحة ننزل على اكس واي. ايوه تمام، هلاقي عندي نفس الكيرف ده بس قاطع لاين واحد، انا اجيب اللاين التاني بقى، اجيبه ازاي؟ بقطع الكيرف هنا، خلاص زي حنان كده، واوصل من الانجل لحد فين؟ الفيرتكس دي. يعني ماشي، المفروض لما اجي اقيسها تطلع زي اللي فوق 50. ماشي يا ميرنا ممتاز. اللي خلص يرسمها كمان مرة. كام يا ميرنا طلعت كام؟ طلعت نفس اللي فوق يا حنان ولا لا؟ نفسها يا مستر. ماشي ممتاز. وانت يا ميرنا؟ نفسها 50. ماشي، جوليا وريتال؟ ماشي تمام يا جوليا، نعم يا مستر. طلعت معاكو ولا لسه؟ كملي يا نعم جوليا بقى. مستر طلع. طيب وصلي بقى ال vertex x بال intersected point دي.
مستر بعد بعد كده ارسم واحدة تانية؟ اه ارسمي واحدة زيها بس انجل 70 بقى. اوكي ممتازين ما شاء الله عليكم كلكم. هاي يا مستر انا عملتها. ماشي طيب ايه ده انت وصلت بيه؟ الصيد بيتوصل بالانترسكتد بوينت، انت وصلتيها باللي فوق. يا الانجل اللي تحت ملهاش علاقة بالانجل اللي فوق. ماشي ماشي يعني بوصلها بالانترسكتد اللي تحت. مستر خلصت الثانية فين؟ اي كام؟ 80 ولا 70 كام؟ 70 ماشي برافو عليك. الهوم ورك اهو يا جوليا. غلط. انا مش عارفة ايه مستر عملها. اللاين اللي انت وصلتيه في الاخر ده انت وصلتيه عامل كده، انت وصلتيه بده. انا المفروض اوصله هنا بالكيرف ده. تمام.